سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله مولاي. حي الله سماحة الشيخ حيدر. من معي؟ حياك الله يا شيخ حيدر، أنا رامي عيسى، بالله عليك لا تغلق الخط. لعنة الله عليك يا مجرم. أفا لي أفا سكر الخط. ليه حيدر تلعن؟ عملت لك إيه يا حيدر؟ ده أنا جاي أدعوك للقرآن، من القرآن الكريم جاي أدعوك إلى توحيد الله، تقولي لعنة الله عليك يا مجرم، جعلتني مجرم. أنا ماذا فعلت كي تقول عني مجرم يا حيدر؟ نحن ندعوكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا نسبكم ولا نلعنكم ولا نتمنى ولا ننتظر منكم شيء. لكن الخوف والجبن ليس مني، الخوف والجبن من القرآن. تخافون من أن تحاججوا هذه العقائد الباطلة، هذه العقائد المجوسية اليهودية النصرانية، كما أخبر كمال حيدري.